يعني صراحة الحلقات الماضية مع عبد العزيز شيشتني وخلتني ودي أشد حيلي في تمرين المعدن. فحلقة اليوم راح تكون أيضا، اسمحوا لي يا جماعة بس قاعد أتمرن، راح تكون أيضا لعضلة المعدة ولكن في جهاز ما مع الكابتن عبد العزيز المرشدي. تابعونا بعد الفاصل والله يعينه ويعيننا وإن شاء الله الكل يكون عنده معدة مميزة ويتعلم من خلال حلقات اليوم. بعد الفاصل أكمل وياكم. اكيد نكمل معكم مشوارنا في حلقه اليوم مع الكابتن عبد العزيز المرشدي ونكمل مشوار عضلات المعده. الحلقه الماضيه اخذنا تمرين المعده السفلي واللي قبلها اخذنا تمرين المعده كله بالطريقه الهوائيه بدون اجهزه، لكن عبد العزيز اليوم اصر ان احنا نلعب بالاجهزه. بصراحه ما ادري التاثير وين راح يكون في العضله. مساك الله بالخير. يعطيك العافيه. اليوم ايش عندنا عبد العزيز؟ اليوم راح نلعب جهاز. حلو. ها راح يحرك الجهاز المعدة كاملة بعد. نعم. وراح تعتمد على الأوزان هني. ها بالجهاز نعتمد على الوزن شوي. على الوزن. إيه. فصير المقاومة أكثر. فنقدر نقول العضلة هني الألياف عضلة تشد شوية. تشد أكثر. مع بمب الدم. إيه. ها وتقدر تشيل فيها وزن اللي تساعد إنك تكبر العضلة. الوزن المعقول. المعقول. الإصابة. إيه اللي تقدر تكمل الطاقات مالتك. حلو. إذا 25 ولا 30. حلو. ها وأنت مرتاح ما تعورك. أنت الحين سحبتني إلى نقطة وايد مهمة. الحين إذا أنا بلعب أجهزة هل نفس تكنيك إني ألعب من 20 إلى 35؟ إيه. نفس الفكرة. إيه. ما تغير نهائياً. إيه ما تغير. حلو. ها بالوزن المعقول. بالوزن المعقول. زين. بالنسبه لك انت كلاعب كمرسام وكابتن وشخص دخل بطولات وعندك خبره كبيره في المجال هذا، تفضل لابراز عضلات المعده تفضل الهوائيه ولا الاجهزه؟ والله المعده لازم تنوع فيها، ما تقدر تمشي على روتين واحد. نعم. الاجهزه شلون طلعت؟ طلعت من تطور اللعبه. نعم. بعد ما تطورت اللعبه طلعون الاجهزه، ولا قبل كانوا معتمدين على الهوائيات بس. فليش ما نجرب الأجهزة وننوع فيها؟ نقدر نلعب بالهوائيات ها ونقدر نلعب بالأجهزة. بالهوائيات صعب إنك تلعب بالأوزان. الأجهزة الحين صارت فيها أوزان تساعدك إنك أنت تكبر عضلتك أكثر. يعني لا، وبعض الناس أثناء يلعبون لعب الهوائيات شو يسوون؟ يلعبون نقدر نقول مع أوزان معينة. ايه؟ دامبلز ولا ايه؟ الخوص نفسه. المهم بناخذ فاصل، بعد الفاصل نواصل وندش في تمرين اليوم ونقدر نقول نعرف بعض الأمور الخاصة بتكنيك عبد العزيز المرشدي في عضلات المعدة. فاصل واصل. أنا بقول لكم أربع أسباب تمنعني أنا شخصياً من تناول الوجبات السريعة. للأمانة أنا شخصياً ما أكلها بسبب الأربع. أول سبب مستوى اللحوم المستخدمة بالوجبات السريعة. اللحوم تنقسم أربع أنواع، Grade 1, 2, 3 و 4. Grade 1 اللي هي الذبيحة الأصلية، لحم أسترالي، لحم العربي الطلي الأصلي. Grade 2 اللي هو لحم أقل مستوى لكنه يجيبونه من مناطق لا تربى فيها الماشية بصورة سليمة، نفس مثلاً الهند، مو ماكل عدل، يكون الخروف شوية هزيل بس ما في مانع. جريد 3 اللي هو تستخدم فيه اللحم الوجبات السريعة، ذلك يعتبر هو سيء جدا. وجريد 4 اللي هو اللحم الذي يعطى للحيوانات تكرمون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استخدام كثرة استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية. الأمر الثالث وهو أمر أيضا في غاية الأهمية، كمية الصوديوم العالية جدا في الوجبات السريعة. وأما الأمر الرابع والأخير هو عدد السعرات الحرارية اللي موجودة بالوجبة الذي قد تصل إلى فوق 1000 سعرة حرارية. أسوأ عادة غذائية يمكن يسويها الإنسان هو تناول كمية كبيرة من الطعام في آن واحد. الله يعطيكم الصحة والعافية. نكمل معاكم من بعد الفاصل ونعيش معاكم مشوارنا مع الكابتن عبد العزيز المرشدي وتمرين عضلات المعدة. عبد العزيز الكرة ملعبك. إيه؟ نقدر نقول الوزن ملعبك، الكرة بملعب موني. بس خوش. يلا. الحين راح نلعب. أول شيء راح نحاول إن كل ما ننزل ها نعصر العضلة نطلع هواء فيها. ليش؟ شوف الحين على أساس يزيد ضخ الدم فيها. نعم.
والمدة ايش كثر؟ انت الحين قاعد على الجهاز واشرح لي المدة اللي تبيها. ثانية. ثانية واحدة بس يعني مثلا واحد اثنين. حلو ممتاز. وزن معين. والحين اربع جولات. ها 25 طقة. 25 طقة. توكل على الله. اثنين. لحظه يا جماعه شلون التكنيك مثل ما قال كابتن العزيز انه لما يلعب الوزن ياخذ الثانيه والثانيه هذه فيها عصره للعضله وبنفس الوقت تطلع نقدر نقول الهواء اللي داخل صدرك حتى يكون في تاثير قوي مباشر على العضله هذه مثل ما قال كابتن العزيز انه 25 مره او طقه نقدر نقول حسب المصطلح المستخدم في تكنيك مال الاجسام بالاضافه الى ثانيه بين كل عده وعده واربع جولات اتوقع ان هذا وايد مهم وايد سهل نوعا ما انه ما ياثر على باقي العضلات يكون تركيز التمرين كله على عضله المعده لان جهاز ومقسم بطريقه سهله يخلي تاثير كل الوزن الموجود على العضله نفسها بدون ما الواحد يلجا انه يحرك عضلات ثانيه هو عموما وايد عضلات تتحرك ولكن مو بالشكل اذا كان التمرين هوائي نوعا ما. الحين كم وصلنا عبد العزيز؟ خلصنا 25 25 ممتاز 25 طقة. أنا ودي أجرب العزيز الطريقة. بس بعد إذنك. بسم الله. كم وزن؟ زين. مو مسخن عادي؟ لا عادي تسخين. كذي. إيه. طلع هوا. قاعد أحس بالطق. وأنت نازل شد على المعدة بعد. الهواء طلع وانا نازل ولا لما عصر؟ لا وانت نازل طلع الهواء ها من اول ما توصل هنا طلع الهواء وهني ينتهي الهواء وشد معدتك. والله حلو كمان وايد حلو وايد تاثير عضله يحرك العضلات كلها هذا واحس ايضا ينظم عمليه التنفس عندي. قواك الله. الله يقويك. الحلقه خلصت. الحلقة الجاية أكيد إنها تمرين جاي بتقول لنا إياه شنو حاط ببالك الحلقة الجاية ولا مفاجأة؟ لا راح نلعب إن شاء الله العضلة السفلية بعد مرة؟ مرة ثانية الله يعيننا. الحلقة الجاية اللي يحب تمارين العضلة السفلية تابعنا مع الكابتن عبد العزيز مرشدي. شو نقول لهم؟ يعطيكم العافية ومشكورين على الإضافة ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة القادمة. في أمان الله.